أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. منصة الشباب عين سبعة لإدماج ومواكبة حاملي المشاريع منصة حديثة التأسيس. لتسليط الضوء على نشاط المنصة نستضيف معنا للنقاش أحمد خلفي رئيس المنصة. أهلا وسهلا أستاذ خلفي، مرحبا. شكرا وكنشكركم على الاستضافة وهذا شرف لنا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا أستاذ خلفي. بداية بغينا نتحدثوا على ظروف تأسيس ديال المنصة والسنة ديال تأسيس ديال منصة الشباب عين سبع. منصة الشباب عين سبع تم التدشين ديالها في بداية شهر 1/2022 من طرف السيد عامل عمالة مقاطعة عين سبع. هذه المنصة تندرج في البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية التنمية البشرية، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والهدف ديال هذه المنصة هو دعم ومواكبة الشباب الباحثين عن العمل والشباب الحاملين لفكرة مشروع. نعم، وبالنسبة للشروط الاستفادة من العروض اللي كتقدم المنصة. بالنسبة لمنصة شباب عين سبع، خصنا نعرفوا بأنه راه كاينين فيها ثلاثة ديال الجمعيات. كاينه الجمعية اللي مكلفة بالتسيير اللي هي جمعية كفاءات لدعم ومواكبة الشباب المقاول، وكاينين دوز أسوسياسيون بريستاتير اللي هي أميدست وساعة فرح. بالنسبة للشباب اللي كيتوجهوا لهذه المنصة كيتم الاستقبال ديالهم والتوجيه ديالهم من طرف أطر اللي كاينه هنايا في المنصة وتابعين لجمعية كفاءات ودعم ومواكبة الشباب المقاول، وكيتم التوجيه ديالهم عند لي زاسوسياسيون بريستاتير. ملي كيجيو هذوك الشباب وكيدار لهم سيتادير واحد لي زونتروتيان، واحد اللقاءات مع الاطر اللي كاينه هنا في المنصة، كيتم التحيين ديالهم على واحد لو سيكل دو فورماسيون، واحد برنامج ديال المواكبه اللي كان في اطار الشباب الحاملين لفكره مشروع. كيكون عندهم واحد لو بيزنس بلان اللي كيكونوا جابوه معاهم وكنخدموا عليه كنخدموا معاهم عليه، وكيتم التطوير ديال هذيك الفكره ديال المشروع باش يكون فكره ناجحه. وبالنسبه للشباب اللي هي باحثين على عمل كيكون عندهم حتى هما كيجيبوا لو سي في ديالهم، كيجيبوا لي ديبلوم اللي عندهم، وتا هما كنديروا لهم واحد المواكبه على حساب لو بروفيل ديالهم، على حساب لا فورماسيون اللي داروا. وبيان سور حنا كمنصه الشباب مع لي زاسوسياسيون بريستاتير اللي عندنا كيكون عندنا دي بارتنير اللي كنخدموا معاهم. هذوك لي بارتنير في حاله ما الا كانوا مناصب الشغل متوفره كيكومينيكيو معنا، وحنا كيكون عندنا مثلا شباب اللي هما دوزوا معنا هذاك التكوين وكيكونوا هما عندهم الاسبقيه باش يمشيو انتغريو هذاك لومبلوا. وبالنسبه للشباب اللي حاملين لفكره مشروع، من بعد ملي كدار لهم المواكبه ومن بعد ملي انهم كيدار لهم هذاك التكوين، كيدار واحد التحيين ديال هذاك الملف ديال هذاك الشاب ولا هذيك الشابه لواحد اللجنه تقنيه على مستوى العماله، وكيكونوا فيها واحد عدد ديال المتدخلين اللي حتى هما كيناقشوا هذيك الفكره ديال المشروع. الا كانوا فيها شي دي كوريكسيون افير كيداروا، الا كانوا دي زيكيليبر كيداروا، المهم كيرجعوا عندنا حنا وكيكون عندنا فكره على التمويل اللي غادي ياخذ هذاك الشاب ولا هذيك الشابه. بالنسبه للتمويل، التمويل كيمشي حتى ل 100000 درهم. هذاك التمويل ديال 100000 درهم كيمثل 60% من لو كو دانفيستيسمون ديال هذاك المشروع اللي تقدم به هذاك الشاب ولا الشاب. كتبقى عنده هو واحد 40% واحد 40%، هذاك الشاب خصو يوفرها من ابور بيرسونيل، ستادير من عنده هو. حنا كمنصة الشباب وكجمعية اللي مكلفة بهذا التسيير، عندنا واحد لو فولي بارتناري اللي خصنا حتى حنا نديفلوبيه وخدامين عليه، هي انه كنحاول نبحثوا على شراكات مع شركات، شراكات مع عدد ديال المتدخلين اللي غادي تقدر تكون عندهم واحد واحد البصمه اللي غادي تقدر تعاون هاد الشباب بانهم ينجحوا في المشاريع ديالهم، ولا يحقوا بعد كاين المشاريع ديالهم، ولا يحطوا المشاريع ديالهم على الوجود. حنا الهدف من هاد
من هذا المنصه والهدف من هذا العمل اللي هو حنايا كيبان لنا هو عمل جبار عمل قيم لحقاش حنا كنعرفوا بانه الشباب ديالنا الوقت هذه كيبغيو شكون اللي غادي يقدر يدير ليه المواكبه، شكون اللي غيقدر يدير ليه المسانده، شكون اللي غادي يقدر يعطيه التنميه ديال الفكره ديالو. ملي كيكون عنده واحد لاسباس دو ترافاي مازال غادي تخرجوا معنا وغادي تشوفوا القاعات المتوفره والاجهزه اللي محطوطه من اجل المواكبه ديال هاد الشباب. يعني الاجهزه اللي عند القاعات اللي كتوفر عليها المنصه كاينه اون سال دو فورماسيون اللي هي عاديه افيك دي بريزونط افيك دي داتاشور، وكاينه اون سال دو فورماسيون سو فورم دونفي فيها اون سونوريزاسيون فيها كلشي باش تكون عندنا ميم لي بريزونطاسيون فيديو. كاين عندنا لا سال انفورماتيك، كاين عندنا لا سال كووركين، عندنا ان اسباس داكوي، عندنا واحد الاسباس ديال لادمينستراسيون باش تكون عندنا واحد التسيير اللي هو معقلان وواحد التسيير اللي هو قيم. يعني جميع الاليات اللي غادي تحتاجهم المنصه لا في التسيير ولا في المواكبه ديال هاد الشباب هي متوفره. حنا كجمعيه عندنا التسيير، كيبقى عندنا الهدف هو انه هاد الشباب اللي غادي يتوجهوا للمنصه خصنا نحاولوا كما كيقولوا بجميع الطاقات اللي عندنا وبجميع الوسائل اللي عندنا اننا نوصلوهم لذاك الشيء اللي بغاو واننا نديروا لهم المواكبه. لحقاش حنا ماشي غير اون فوا كياخذ هذاك الشاب ولا الشابه هذيك لا سوبفونسيون وكيدير المشروع ديالو صافي كنخليوه، لا كتكون واحد المواكبه واخا من وراء انه دار المشروع كتكون واحد المواكبه كتمشي ما بين 12 حتى 24 شهر. لحقاش اي واحد غادي يوقف المشروع ديالو خصو ديك الساعه كيدخل في التسيير، هذاك التسيير كنديرو فيه حتى هو المواكبه. لحقاش الهدف هو ادماج ديال هاد الشباب في السوق الشغل. اي واحد دار مقاوله صغيره او مقاوله صغيره جدا ديالو ونجح فيها الا وكيكونوا معاه واحد الناس وحدين اخرين اللي غيخدموا معاه. هادوك الناس اللي غادي يخدموا معاه دايور حتى هما غادي يكون عندهم لا بوسيبيليتي باش غدا ولا بعدو حتى هما غيفكروا باش يديروا في المقاوله ديالو. حنا بالنسبه لنا الهدف ديالنا هو انه العجله ديال ادماج الشباب في سوق الشغل خصها تحرك في المنطقه. نعم، بالنسبه للشراكات الموقع ديال المنصه جات بالقرب من الكليه العلوم الاقتصاديه والمدرسه السير ديال عين السبع. كتفكر في شراكات مع المحيط القريب من المنصه على المستوى الجامعي لا على مستوى الشركات بحكم ان العين السبع كتوتوا عدد كبير من الشركات؟ احنا في القريب العاجل غادي تكون عندنا واحد لا جورني دو سونسيبيليزاسيون في لا فاكولتي ديال عين السبع. الهدف منها هو انه احنا عارفين بانه المنطقه ديال عين السبع غنيه بشباب اللي هما كفاءات. وهاد الشباب اللي هما دابا كاينين في الكليه ديال عين السبع كاينين واحد الفئه اللي غادا تقدر تخرج هاد السنه هادي، ولكن هاد الفئه اللي غادا تخرج ماشي كلهم عارفين فين غادي التوجه اللي غادي يمشيو ليه باش سوا انتغري لو مارشي دونبلو باش يدخلوا الميدان التشغيل او انهم غادي يكملوا الدراسات ديالهم. حنا هاد الهدف من هاد لا جورني دو سونسيبيليزاسيون اول حاجه هو التعريف بالمنصه، منصه الشباب عين السبع باش تكون سو فورم دي جورني دو كومونيكاسيون، واحد النهار للنقاش واحد النهار للحوار مع هاد الشباب. ثاني حاجه هو انه غادي تكون دعوه لهاد الشباب بانهم يجيو عندنا وكل واحد غادي نحاولوا نديروا ليه واحد المواكبه ونعرفوا معاه شنو هي التطلعات ديالو واشنو هما لي زومبيسيون ديالو، واذا كانت شي حاجه اللي غنقدروا نعاونوهم بها نعاونوهم بها. لاحظنا بعض الشراكات قمتم بابرامها اللي برمتها منصه دار الشباب عين السبع بحال ساعه الفرح رياده الاعمال. شنو هما هاد الشراكات اللي درتم؟ ساعه الفرح سي اون اسوسياسيون بريستاتير، هذيك هي واميدست بحال دابا اميدست هي الجمعيه المكلفه بتكوين الشباب اللي الباحثين عن العمل، هي اللي كدير لهم التقطير والمواكبه والتكوين. بالنسبه لساعه فرح هي الجمعيه المكلفه بالشباب اللي حاملين لفكره مشروع.
هادو ما غنقدروش نقولوا دي بارتنير، ولكن غادي نقولوا هاد الناس عندهم حقهم في منصه الشباب عين السبع، هما اون بارتي برونونت في التسيير ديال منصه الشباب ديال عين السبع. لحقاش حنا كنعرفوا النجاح ما غيمكنش يكون بجمعيه واحده او بمتدخل واحد، ولكن النجاح كيكون اذا كان فريق عمل، والفريق عمل متكون من ثلاثه ديال الجمعيات. نعم نعم. وشنو هي الرساله اللي كتوجهها للشباب باش يستافدوا من يعني كاع العروض اللي كتقدموها؟ احنا بالنسبه لنا في منصه الشباب عين السبع عندنا واحد الهدف، وحنا عندنا واحد درنا انديفي قدامنا، هي انه احنا فخورين كابناء منطقه عين السبع اول حاجه، وكالناس اللي تحت لهم هذه الفرصة بأننا نمدوا يد العون مع هاد الناس هادو وهاد الشباب هادو اللي هما غادي يقدروا الغدا ولا بعدو غيقدروا يكونوا يا إما في مراكز تسيير أو عندهم مقاولات ديالهم، ولا عندهم بزاف الحوايج اللي غيقدروا ترجع بالفائدة على الشأن المحلي من ناحية. ومن ناحية ثانية هاد البلاد هادي الحمد لله واقفة بالرؤية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وثاني حاجة واقفة بالمسؤولين اللي واقفين على هاد على على الأمن والأمان اللي عندنا في البلاد ديالنا. ولكن هاد الشيء غيكون واحد الشباب اللي غادي يغداو ولا بعدو غادي يكونوا حتى هما عندهم واحد المسؤولية. هاد الشباب هادو أنا كنقول نوجه لهم رسالة وكنقول لهم الحمد لله دابا كاينة فرصة، كاين عندنا دابا امكانيات، كاينه دابا اون اوبورتونيتي. وفي هذه القضيه اللي قلت هذه نبغي نشير لواحد المساله، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه منظمه حاليا حتى 18 شهر 3 2022، واحد لو كونكور ديدي الشباب اللي غيكون عنده الفكره واجده، عنده ليدي ديالو مامن بها عارفها مبريباريها، ولكن كيكون عنده واحد الحاجز واحد لوبستاك اللي هو لو فينانسمون. ولكن ملي كيجي كاين، وحنا استقبلنا عدد ديال هاد الشباب هادو اللي كيبان لك الشاب زعما كاين الى درنا ليه لا فورماسيون غادي غير نزيدوه شي حاجه اللي غادي تعاونو من بعد، ولكن هو سيتادير واجد باش من غدا ولا بعدو يفتح المقاوله ديالو. بالنسبه لهاد الشباب انا كنقول لهم الان يمكن لكم تطرقوا الباب ديال المنصه وتجيو، راه هذاك لو سيركوي دو فورماسيون راه ما غاديش يكون. من لا بال لينا بانه المشروع قائم بذاته، مشروع اللي الحامل المشروع متمكن من المشروع ديالو وعارف لي زوبجيكتيف ديالو، راه غادي يجي بريزونتي لينا لو دوسي ديالو، غادي نقدموا معاه حنا لو دوسي ادمينستراتيف، وغادي تكون الاحاله الملف مباشره للجنه التقنيه. يعني هذا نداء كنعاود ناكد شباب المنطقه، من غير انه غنهضروا في لو سيركوي نورمال اللي هو عادي ديال انه لا فورماسيون ولا كومبانيومون والمواكبه، دابا كاين ان كونكور ديدي غيبقى حتى 18 شهر 3، يتوجهوا لمنصه الشباب عين السبع المتواجده في اقامه الامان قرب ملعب القرب باش تكون لادريس بيان بريسيز، غيلقاو بانه كاينين اطر في المنصه اللي غادا تستقبلهم وغادا توجدهم وغادا تنصحهم باش انهم يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو ويعاونوهم في المشاريع ديالهم. شكرا جزيلا استاذ احمد خفي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعد جديد.